أنا الدكتور رعد محمد، مسؤول المكتب الطبي في ريف حلب الجنوبي. بالنسبة عنا الموضوع الحرج جدا، وهو موضوع انتشار مرض اللاشمانيا. حالة خطرة جدا في عنا في ريف حلب الجنوبي بسبب انتشار هذا الوباء وهذا المرض. ولم نجد آذان صاغية تلتفت إلى ريف حلب الجنوبي وإلى كم المرض الذي انتشر في الفترة الأخيرة بسبب سوء في الصرف الصحي، وأن الركام الذي خلفه الدمار وانتشار هذا المرض أصبح سريعا جدا، حيث أكثر من 100 حالة يوميا تقوم بمراجعة المستوصفات الطبية والنقاط الطبية الموجودة في ريف حلب الجنوبي. خلاص بابا.